النهارده معانا في شرح البرنامج الجديد، برنامج ادوبي فريسكو. انا عارف ان انا مقصر الفتره اللي فاتت، ما بنشرش بشكل مستمر، بنقطع فترات كبيره، بس اوعدكم الفتره اللي جايه هحاول انتظم على قد ما اقدر ان يكون في فيديوهات بشكل مستمر. برنامج هنشرح النهارده واجهه البرنامج، ازاي تتعامل معاه، وقائمه اللايرز عشان هي تعتبر اهم قائمه موجوده عندنا. اول ما نفتح البرنامج طبعا هيكون هي دي الواجهه اللي قدامنا، موجود فوق طبعا. خلينا نبدا من فوق على اليمين، هيبقى على الاكونت بتاعك اول ما تعمل لوجن. بعد كده خلينا ننزل تحت شويه، في طبعا الريسنت، دي الحاجات اللي انت كنت فاتحها وكنت شغال عليها قبل كده طبعا. خلينا نخش على الحاجات المهمه بالنسبه لنا. اول ما هتدوس على الكاستم سايز، ده اعدادات البروجكت بتاعنا. الموبايل عندي مقاسه العرض 1125 بكسل في 2436 بكسل. طبعا انت ليك الحريه الكامله ان انت تختار العدد، المساحه اللي انت عايزها اللي هتشتغل عليها، يعني بالطول بالعرض، بيكسلز مثلا عندك سنتي، عندك مليمتر، بس انا بفضل ان ما يقلش مساحه العمل عن 1500 بكسل كمينيمم مثلا الطول او العرض، عشان ما يبقاش الكواليتي قليله قوي. البرينت سايز طبعا نفس النظام، خليه الدي بي اي هنعليه شويه، خليه 150 بدل 72. الباك جراوند طبعا زي ما انت حابب، بس احنا هنسيبها بيضة. وبعد ما نخلص هندوس على كرييت. اول ما تدوس على كرييت هتبقى هي دي الواجهه اللي قدام. طبعا ظهر قدامكم حاجات كتير جدا، ممكن هنشرحهم واحده واحده مع بعضينا. اول قائمه موجوده فوق مش هنحتاجها قوي، فيها سهمين، سهم ناحيه الشمال وسهم ناحيه اليمين. السهم اللي ناحيه الشمال بيعمل باك، السهم اللي ناحيه اليمين بيعمل فورورد. لو انت عملت خطوه ورجعتها وعايز ترجع لها تاني، فممكن يمين وشمال معاك السهمين، طبعا مفهومش حاجه خالص. جنبيهم طبعا العلامه اللي جنبيهم على طول دي لناحيه اليمين، دي بتاعه الشير. لو انت خلصت وعايز تعمل سيف للصوره بتاعتك تعملها شير، تمام، هنشرحهم في الاخر. جنبها الثلاث نقط دي الاعدادات بتاعه البرنامج نفسه، مش هنفتحها دلوقتي. بعدين عندك سهمين فوق، اول ما تعملهم هيعمل فول سكرين للبروجكت اللي انت هتشتغل عليه، عشان يتيح لك، يعني مثلا لو انا خلاص ظبطت اعداداتي وشغال على السكتش مثلا ومحتاج اعمل فول سكرين عشان اخد مساحه اكبر اشتغل عليها، هتدوس على العلامه دي هيديك المساحه اللي انت محتاجها، تمام. هنشرح النهارده قائمه اللاير اللي هي موجوده ناحيه اليمين. البراش طبعا والتولز الموجوده ناحيه الشمال هيبقى الفيديو اللي جاي، عشان التولز دي مهمه جدا جدا، وهي اللي هتديك الامكانيات اللي انت محتاجها وانت بترسم. مثلا لو انت محتاج حاجه معينه هتوصل لها من قائمه التولز اللي موجوده ناحيه الشمال. طبعا الشريط اللي تحت طبعا ده شريط يعتبر هنسميه احنا مثلا شريط الادوات، ان مثلا لو اي اداه انت واقف عليها هو هيديك الاعدادات بتاعتها. فخلينا نشرحها واحده واحده، بس نبدا بقائمه اللاير اللي هي ناحيه الشمال اللي موجودين الاثنين تحت بعض، تمام. اول حاجه موجوده في قائمه اللاير عندنا فوق هتلاقي في علامه زائد جوه مربع، اول ما تدوس عليها يبدا يزود ليرات. طبعا انت حر تزود عدد الليرات اللي انت محتاجه، بس كان في مشكله بتقابل الناس كتير جدا، مش جهاز شغل في الاول وفي الاخر، ما تقلش البروجكت بتاعك قوي 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 وتزود ليرات كتير جدا، عشان هو مش هيستحمل والبرنامج ممكن يعمل كراش ويقف وانت شغال عليه ويضيع شغلك، كويس. فدي كانت حاجه بسيطه كده بتقابل معظم الناس، وكتير جدا من الناس كتير جدا منكم كلموني بخصوصها. خلينا نرجع للليارات بتاعتنا. طبعا احنا زودنا عدد الليارات كتير جدا، انت بقى تتحكم في الليارات دي من شريط الادوات اللي موجود تحت. اول حاجه موجوده في شريط الادوات تحت في كلمه هايد، اول ما تدوس عليها، يعني خلينا مثلا نرسم حاجه، كويس، اول ما تدوس هايد مش هيمسح اللير، لا هيعمل ان اللير مش متشافه بس مش اكتر. ممكن ترجع تعملها شو تاني لو انت محتاجها، تمام. دي ممكن هتحتاج الاوبشن ده وانت بترسم السكتش مثلا، وانت بتعمل اوت لاين مبدئي للسكتش بتاعك. في ناس، انا مثلا واحد من الناس، بعمل اوت لاين مبدئي وبعدين بعيد عليه اوت لاين تاني يكون الاوت لاين الرئيسي اللي انا هشتغل عليه، فده هو الاوبشن اللي هيتيح لينا الميزه دي، كويس. تاني حاجه عندنا كلير، لو انت رسمت طبعا على اي لاير موجود عندك وعايز تمسح اللي انت رسمته، اول ما تدوس كلير هيبدا يمسح كل اللي انت رسمته. خلينا نرسم حاجه تاني. الاوباسيتي دي اللي هي الشفافيه، احنا تالت قايمه موجوده معانا او تالت ايكون موجوده معانا تحت مكتوب عليها انكليب لاير. يعني ايه انكليب لاير؟ انا دوست عليها، بس خلينا نعمل ديليت لللاير دي. الاوبشن اللاير دي مهمه جدا، التول دي مهمه جدا جدا وانت بترسم. ليه؟ انا دلوقتي مثلا رسمت جزء اهو بالاسود، تمام، وعايز اخلي اللاير اللي فوقيه تترسم على الجزء ده بس. بمعنى
ان انا رسمت مربع وعايز ارسم جوه المربع ده بس، ما تنزلش اللير بتاعتي عن اي حاجة تاني. هتدوس على كليب لير، هتلاقي عمل سهم صغير كده عن اللير اللي تحتها، على اساس ان اللير دي مربوطة باللير اللي تحتها. الناس بتوع الفوتوشوب طبعا الموضوع ده مشهور جدا. خلينا نجيب لون تاني، لو رسمت هيرسم على اللير اللي تحتها بس، يعني انا برسمه مثلا وبطلع بره بايدي بس، هو ما بيرسمش غير على المكان اللي انا رسمت عليه بس اهو. تمام. الميزة دي هتحتاجوها كتير جدا وانتوا بترسموا، فخليها في دماغك حاضرة ان انت وقت ما تحتاجها تستخدمها على طول. تمام. بعد كده معانا الاوباسيتي. الاوباسيتي هي شفافية اللون او شفافية اللير نفسه. لو انا عايز اخفف لون اللير درجات بسيطة جدا، اول ما هتدوس عليها تبدأ تقلل، هيبدأ يقلل الاوباسيتي بتاعتها. مش باينة في اللون الاحمر، خلينا نختار الاسود اهو. خلينا نخش على الايكون اللي بعدها، هي ايكون بليند. خلينا نمسح الليرات دي، خلينا نسيب اللير السود البليند، خلينا نعلي الاوباسيتي. او اللي هو هتحتاجه لو انت مثلا شغال على لير محتاج تطلع منها حاجة واحدة لللير اللي تحتها، يعني خلينا مثلا نطلع اللير دي فوق ونرسم عليها مثلا بلون تاني احمر اهو مثلا. خلينا مثلا دوسنا اللايتنج، هيبدأ ياخد اللون بس من اللير دي ينزلها على اللير اللي تحتها. تبدأ طبعا انت تجربهم، انا افضل ان انت تجربهم بايدك عشان هتحتاجهم وقت وانت بتعمل مثلا عايز تفرغ جزء من جزء، عايز تاخد اللون بس من لير تحت اللير اللي تحتها. الاوبشن ده هيبقى مهم جدا. بعد كده عندنا طبعا ديليت لو انت عايز تطير اي لير موجودة عندك. بعد كده سيلكت مالتيبلاي، اول ما تدوس عليها هيبدأ يديك ان انت تعمل سيلكت لاكتر من لير. لو انت مثلا عايز تحركهم التلاتة مع بعض تحركهم، ليك الحرية الكاملة. اوكي. ولو دوست اكس اللي فوق قائمة اللير هيكنسل السيلكت اللي انت عامله. بعد كده عندك الدوبليكيتد، لو انت عندك لير عايز تعمل منها نسخة تانية، اول ما تدوس على دوبليكيتد هيبدأ يعمل نسخة تانية من اللير اللي موجودة عندك. كات لير، هياخد كات من اللير وممكن تعمل لها باست في اي ناحية. مثلا انا عملت كات لللير دي، هنعمل لها باست هنا، عمل لها باست للشيب بتاعي. تبدأ تحركه زي ما انت عايز. الاوبشن اللي انا بشرحها دي اوبشن مهمة جدا 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 وهتحتاجهم كتير وانت بترسم، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبك، عشان الفيديوهات اللي جاية هنشرح مع بعض ازاي ممكن نستفيد من التولز دي واحنا بنرسم. تمام. خلينا ندوس دون دلوقتي. انا عملت دوبليكيت للير دي وكبرت السايز بتاعها شويه، خلينا ندوس ديليت، مش محتاجينها دلوقتي. بعدين عندنا كوبي لير، لو انت عايز تاخد منها كوبي مش كات. وبعدين باست لير، طبعا دي هتدوس عليها بعد ما تاخد كوبي او كات من اللير نفسها. واللوك لير، اول ما تدوس على اللوك لير مثلا هو عمل لوك للير دي، فمش هينفع ترسم، هو بيقول لك كانت درو ان لوك لير. تمام. طبعا ممكن تعمل لوك على الليرات مثلا اللي انت خلصت شغل فيها، مثلا خلصت شغل على اللير بتاعت السكين تون وعايز اعمل عليها اللوك عشان ما بوظهاش تاني، ممكن تعمل عليها لوك وتخش على اللير اللي بعدها عشان غصب عنك ممكن ترسم عليها تاني. معانا بعد كده ميرج داون، دي هيعمل ميرج، يعني هيعمل دمج بين الليرين اللي موجودين تحت بعض. يعني انا مثلا واقف على اللير اللي فوق خالص اللي معمل لها لوك، هنعمل انلوك ليها الاول. خلينا نرسم على اللي تحتها اي حاجه، رسمنا على اللي تحتها جزء اهو بالاحمر وهي موجوده عليها جزء بالاسود، الليارين تحت بعض، فهنقف على اللير اللي فوق. لو انت عايز تعمل دمج بين الليارين، مثلا رسمت جزء من السكتش في لير، رسمت الجزء الثاني في اللير الثاني وعايز اعمل بينهم ميرج، عايز اعمل بينهم دمج بين الاثنين عشان يبقوا في لير واحده ما اقعدش اتلخبط، هتحدد هتقف على اللير اللي فوق تدوس ميرج، هتدوس ميرج لير، هي فين؟ كرييت ميرج لير داون اهو، عمل ميرج بين الاثنين وبقت لير واحده بس موجود فيها اللونين. تمام. كده عرفنا كل حاجه تقريبا موجوده في قائمه لير. عندنا بقى اللوك، اول ما تدوس عليها هيعمل لوك لللير بتاعتك، بس هيعمل لوك على الجزء اللي انت رسمته فقط. يعني ايه لوك على الجزء اللي انت رسمته فقط؟ يعني انا مثلا رسمت، خلينا نعمل انلوك، رسمت مثلا هنا اهو جزء بالاحمر كويس جدا، عايز ارسم على الجزء اللي انا رسمته بس. يعني انا عملت باك جراوند مثلا وعايز ارسم على الباك جراوند بس، مش عايز اخش جوه الرسمه وانا برسم وانا بشتغل على الباك جراوند. هتعمل لوك لللير اللي انت رسمت عليها الباك جراوند وتبدا تشتغل عليها لوحدها. خلينا ناخد لون تاني عشان يكون باين اكتر. وتبدا تشتغل عليها لوحدها، هيبدا يرسم على اللير اللي انت عملت عليها لوك بس، مش داخل في الباك جراوند خالص. تمام. كده عندنا شرحنا كل الايكون او كل التولز اللي موجوده في قائمه لير. خلينا بقى نخش على الليارات نفسها ازاي اتعامل انا معاهم. تمام.
اول حاجه قلنا عليها ان احنا عندنا الزائد فوق، اول ما تدوس عليها هيبدا يزود لك اللايرز، وجنب الزائد دي تحتيه كده ناحيه اليمين في سهم صغير، تمام. طبعا انت زودت عدد اللايرات اللي انت محتاجه. طيب انا هتحكم في اللايرات ازاي؟ لو عملت كليك على اللاير وفضلت دايس عليها هيديك الفري بتاع اللاير، ممكن تحركها تحطها في اي مكان انت محتاجه. ترتيب اللايرز مهم جدا 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 في شغلنا. اللايرات يعني ايه اللايرات؟ يعني كل طبقه فوق الثانيه هي اللي يعني ما مش هتشوف الحاجه اللي تحتها، اكنك حاطط ورقتين فوق بعض، الورقه اللي فوق هي اللي باينه، الورقه اللي تحت مش باينه. هو ده معناه الترتيب، ترتيب الورق اللي موجود اللي انت شغال عليه، ترتيب اللايرز الطبقات اللي انت شغال عليها مهم جدا 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 تعرفه وتركز كويس جدا وانت بتشتغل عليه، بحيث ان الترتيب ده مهم في شغلك. كويس، خلينا بقى نخش على، لو فضلت واقف على اي لير، تمام، في جنب اول ما وقفت انا على اللير دي موجود في علامه صغيره اهي، اول ما تدوس عليها هيبدا يديك الاوبشن اللي احنا شرحناها تحت اللي هي الهايد. اول ما تدوس عليها هيعمل هايد، خلينا نقف على اللير اللي احنا رسمنا عليها، اول ما تدوس عليها هيعمل هايد، واول ما تدوس عليها تاني هيعمل ان هايد، تمام، هيعمل شو. وموجود علامه السله الصغيره دي لو دوست عليها هيمسح اللير خالص، خلينا نرسم اي حاجه، دي معمول لها ان هايد، تمام. اول ما تدوس عليها تاني في تلات شرط تحت جنب بعض كده، اول ما هتدوس عليهم هيبدا يفتح لك كل الاوبشن الموجوده عندك اللي احنا شرحناهم تحت، اللي هي من اد لير هتضيف لير جديده، هايد لير هيعمل هايد لللير هيخفيها، كلير هيمسح كل الحاجات الموجوده في اللير، ديليت باست سيلكت مالتيبلاي، ده كله اللي احنا شرحناه تحت كده. ده كل حاجه موجوده في قائمه لاير، حاول تركز كويس جدا في الفيديو بحيث ان القائمه دي هي يعتبر 90% من شغلك او 90% من تعاملك مع البرنامج هيكون من خلال القائمه دي. بكده يبقى فيديو النهارده خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وطبعا مش عايز اقول لكم ان انا مبسوط جدا وانا بعمل الفيديوز، وببقى مبسوط جدا وانا بحاول انقل حتى ولا 1% من اللي انا اعرفه ليكم، فحاولوا تدعمونا على قد ما نقدر بحيث ان انتوا تدونا طاقة ايجابية ان الواحد يكمل ويحاول على قد ما يقدر يفيد اكبر عدد من الناس. واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. سلام.